شوف التمريره والهدف الهولندي الاول. شوف الراسيه جميله والتسديده كانت قويه من فان بيرسي. الاسد الهولندي عاد ليسجل. تتمرر محاولة الهدف الأول لمنتخب الألباني. بالفعل هدف عن طريق اللاعب دوبتاك كوري. كوري يحرز الهدف الأول لمصلحة المنتخب الألباني. النتيجة متوقعة لاعتبار أيضا تكثيف خط المنتصف بالنسبة للمنتخب الألباني واعتماد أيضا على الهجمة السريعة. وبالفعل استغلال للتباعد ما بين أندري أولير وغوريس ماتيسون. شوف مع تاري متابعة ولكن هنا متحرر أيضا دوبتاك كوري ويحرز الهدف مع الدقيقة 67 من أحداث هذا اللقاء. 21 من أحداث شوط المباراة الثاني. 2 هولندا 1 ألبانيا عن طريق هذا اللاعب دوبتاك كوري من أحداث هذا اللقاء. لعل تكون الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الألباني أمامية ولكن أيضا بعيدة يتركها فاندرسار إلى ضربة مرمى. ومع هذه الكرة إذن أعزائي المشاهدين الكرام متابعي الرياضية السعودية أينما كنتم أطلق حكم اللقاء صافرته مع نهاية لقاء هولندا ألبانيا بتقدم هولندا بهدفين لهدف واحد. إذن هولندا تتصدر المجموعة وبانتظار أيضا اللقاءات القادمة في هذه التصفيات ألبانيا تبقى على مرتبتها الخامسة. إذن أعزائي المشاهدين الكرام كنا معكم في خلال 96 دقيقة لنقل بالفعل مدة ليست قصيرة استمتعنا بكل أوقات هذا اللقاء. إذن أعزائي المشاهدين الكرام حتى ألتقي وإياكم في مباريات قادمة. هذا خالد اليوسف يحييكم أجمل التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.